جولة قام بها اليوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ديما دومتشيرا إلى عدد من مناطق التفتيش والمراقبة المشتركة لرجال الشرطة والدرك الوطني والجمارك المتواجدين بالمدخل الجنوبي للعاصمة نجمينا. ولدى وصوله إلى محطة تكرى موقف الشاهينات الكبرى، بدأت الأملية تشبه بإعصار السونامي حاملا معها رياح شديدة دمرت كافة جميع الأكواخ التي نصبت وبنيت بطريقة عشوائية. بعد أن أعمال برنامج هذه الجولة تبدو أنها بدأت بسرعة قصوى كما باتت ظاهرة في هذا المشهد، ولإزالة هذه البؤرة الإجرامية والفاسدة التي أنهكت المواطن التشادي منذ فترة طويلة، يستمع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى عدد من الأشخاص المتواجدين في هذا المكان بطرق غير قانونية، وعلى ذلك جاء رده صارما للتخلص من مثل هذه الإدارة غير الشرعية. الغاردة في ريسبونسابيلتي أنا ميري، ما نادي من برا من ميري يجي يقعد ويشيل قرص من ترانسبورتر ويدس في جيبه، ده سوينا انتردي عشان بلدنا ده بلد عند لوا عند رجلما ده أي ما تشادي كله اللي خدت في راسة ومن اليوم يا قدام ده شيء مش ده أنينا ندور ما يكون في بلدنا، مؤكدا بأنه سوف يتم فتح تحقيق حول هذه العملية لملاحقة أفراد هذه الإصابة التي لازت بالفرار. أنينا حسنا أنتو أمر لي دي جي أنا جندرميري ودي جي أنا بوليس كان هم يا الناس دي جو خطوم كلو خطوم لي شنو يورون ولا الناس دي براسم جو قادو كلو في بعد انكيت ديترميني يا تو جابا ناس دا خطم وشنو قاي بسو في غار انا تكرا بعد الانكيت دا النتيجة يمرو. بما أن هذه المسؤولية المشتركة يقول كل من المدير العام النائب للجمارك حسن سيدي وعمدة بلدية نجمينا علي هارون إنها خطوة مسؤولة تدفع بنا لتصليح هذه الأخطاء الإدارية. إن عملية إزالة هذه الحواجز الأمنية غير الرسمية أدخلت في نفوس الحاضرين في هذا المكان العمل لمكافأة مثل هذه الأعمال التي تعيق حياة المواطنين.